لقاوه في الجهة الأخرى متاع البحر. قالوا له شيخ وقتاش جيت لهنا؟ وجبهم يسوع وقال لهم نقول لكم الصح الصح، راكم تحوسوا عليا ماشي على جال اللي شفتوا مرات، على جال اللي كليتوا الخبز وشبعتوا. اخدموا ماشي على جال القوت الفاني، اخدموا على جال القوت الباقي للحياة الدائمة اللي يعطيه لكم ابن الإنسان، خاطر هذا الله الأب طبعه بالطابع متاعو. ملا قالوا له واش نديروا باش نخدموا في خدمة الله؟ واجب يسوع قال لهم هذه هي الخدمة متاع الله، كي تامنوا باللي بعتوا هو. قالوا له ملا واش هي المارة اللي تديرها باش نشوفوا ونامنوا بك؟ واش تدير؟ جدودنا كلاو المنة في الخلاء على حسب ما هو مكتوب، أعطى لهم يأكلوا خبز السماء. أما لا قال لهم يسوع نقول لكم الصح الصح، ماشي موسى اللي أعطى لكم خبز السماء، بابا يعطي لكم خبز السماء الحقاني، خاطر خبز الله هو اللي يهبط من السماء ويعطي الحياة للدنيا. أما لا قالوا له سيدي أعطي لنا دايما هذا الخبز. قال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، اللي يجي لعندي ما يجوعش، واللي يامن بيا عمره ما يعطش. صح قلت لكم شفتوني وما امنتوش، اللي يعطيهولي الاب كامل يجي ليا، واللي يجي ليا ما نرميهش برا، خطر هبطت من السماء ماشي باش ندير مرادي، باش ندير مراد اللي بعتني. هذا هو المراد نتاع اللي بعتني، ما نبحر والو من كامل واش عطاني، بالعكس نحييه في اليوم الاخر. هذا هو مراد بابا، كل من يشوف الابن يامن به ينال الحياه الدائمه، وانا نحييه في اليوم الاخر. بداو اليهود يدمدموا عليه خاطر قال انا هو الخبز اللي هبط من السماء، وكانوا يقولوا هذا ماشي يسوع وليد يوسف اللي نعرفه باباه ويماه، كيفاش درك يقول هبط من السماء؟ واجب يسوع وقال لهم ما تدمدموش مع بعضكم بعض، واحد ما يقدر يجي لعندي غير لو كان الأب اللي بعتني يتجبدو، وانا نحييه في اليوم الاخر. مكتوب في كتب الأنبياء كامل يتعلموا من الله، كل من سمع تعلم من الأب يجي ليا. مانيش نقول باللي كاش واحد شاف الأب من غير اللي من الله، هو اللي شاف الله. نقول لكم الصح الصح، اللي يامن عنده الحياة دايمة، أنا خبز الحياة، جدودكم كلاو المنة في الخلاء وماتوا، هاو الخبز اللي هبط من السماء باش اللي ياكل منه ما يموتش، أنا الخبز الحي اللي هبط من السماء، لو كان واحد ياكل من هذا الخبز يحيا على الدوام، والخبز اللي نعطيه أنا هو ذاتي لحياة الدنيا.